السلام عليكم. السلام عليكم محمد، كيف حالك؟ بخير؟ مساك يوم بخير. صحتك؟ كيف حال جماعة؟ مساك يوم بخير. شباتك؟ الحمد لله بخير. وصلت ما شاء الله. وصل الله. شو علوم؟ تعيش الدوم. ما شاء اخبار؟ ما تخبرونا بشيء؟ وصابك. يا مرحبا كذاك لا خشكون الحمد لله. دامت على يا مرحبا وسهلا. وصلت ما شاء الله. وصل الله. تفضل. يا حبيب شوفك. يا مرحبا. حياك الله. حنضيوف عليك اليوم. زين اهلا وسهلا. تفضلوا. ونبغى نتعرف على المكان. زين اهلا وسهلا. ونتعرف على شغلكم اول. اهلا وسهلا. ايه. الحمد لله. شيخ خلفان. نعم. بن من؟ بن علي بن خلفان الغيثي. ونعومك. كنت اول سابقا. ايه. كنت عقيد العسكر. كنت عقيد العسكر. نعم مركز الولاية. فذا الحصن. في هذا الحصن نعم. حصن الحلة. نعم حصن الحلة. في البريمي. نعم في البريمي. انزين. كان الوالي يبرز هنا هو والقاضي مع بعض. ايه. بنجيب القصة نحن. ان شاء الله. يوم بتمشينا. ان شاء الله. من متى اشتغلت هنا؟ والله اشتغلت من اول 62. من 62 ما شاء الله. 62 الى سنة؟ وتقاعدت في سنة 96. 96 الى التسعينات ما شاء الله. زين. هذا حصن الحلة؟ هذا حصن الحلة. وهذا مدخلها؟ هذا مدخلها. نعم. ومدخل باب السيارة الباب الثاني. هي. بونا هذا كان المدخل من سنين؟ هذا المدخل الرئيسي. هي. وكان الحارس على الباب هنا. هي. وقت النهار يكون يفتح الباب يفتح النقشة هذه. ما له حارس واحد؟ لا عسكر واقدين. عسكر واقدين. عسكر الوالي. عسكر الوالي نعم. زين. تقريبا 15 نفر. ما شاء الله. ما فوق. ويكونوا هنا في هذا المكان. يكون في هذا المكان. زين. الحرس يكون في هذا المكان. ويوم حد جاي عند الوالي. يوم حد جاي عند الوالي. يستقبلوه يبلغوا الوالي. ها. ويستأذن من الوالي ويكون هم الوالي مثل هبطوه. ها. هبطوا. زين البوابة دوم فاتحين لذي الفردة الصغيرة. مفتوحة الصغيرة يوم يكون. يوم يكون ماشي مثل عمل هي. يكون مفتوح النقشة الصغيرة ويوم يكون زيادة مثل ناس يفتحوا الباب الكبير. وإذا جايكم ضيوف من بعيد؟ إذا جاء ضيوف من بعيد يستقبلهم الوالي ويهبطهم داخل ويفتح كامل؟ يفتح الباب كامل. زين حنا باك تسوي لنا جولة داخل إن شاء الله. تفضلوا. زين تفضل. تفضل بسم الله. تقدم تقدم. تفضل أنت. تفضل. بسم الله. ما شاء الله. هذا هنا أول مكان في القلعة يوم واحد بيدخل. هذا أول مكان مدخل القلعة. هي. إيش يسمى هذا المكان؟ هذا صباح يسمى. صباح. صباح. هي. هذا يجلسوا العسكر هنا الحراس. يجل الحراس مال العسكر. هي. يجلسوا هنا. إنزين. وبقية العسكر يكونوا عند الوالي بارزين مع الوالي. إنزين. طول الوقت يكون شيء دوام ولا دوام. يوم ولا يوم الصباح. الصباح والعصر. يبرجوا الصباح والعصر أوقات العصر يبرجوا. إنزين. يوم يكون في دعوة مثل. والجلوس هنا. والجلوس هنا. هذا يسمى صباح. وهذيل الأوتاد الشيخ الفان. الأوتاد هذيل حالهم. هذا حال الأسلحة. يلقوا فين سلاح. العسكري يلقوا سلاحهم نعم. نعم. يلقوا فين سلاح. لا لكن في وقت الدوام لازم يكون السلاح معك يعني. لازم السلاح معك وقت ولا الدوام. ولا تراوحه شوية وتعلق. لا لازم يكون معك سلاح. إنزين. ويكون جاهز. لازم يكون جاهز. جاهز يكون هي مع الحاجة يكون هذا جاهز. واجب عسكري. شيء واجب هذا. لكن أقول لك. نعم. يقال أن اتفاق العسكري ما في رمي. لا في رمي. يقولوا لا اتفاق برزة ومع لا, لا في رمي لازم في رمي. عجب ليش قال اتفاق برزة؟ ما عليك من كلامهم. أه؟ يكون جاهز مع الحاجة يكون جاهز. أمزح معاك. جاهز جاهز. هذه غرفة العقيد؟ هذه غرفة العقيد. يعني كيف ايش معنى غرفة العقيد يداوم فيها ويسكن فيها سكن يسكن فيها سكن العقيد هذا واحد تسكن فيها انت؟ نعم سكنت فيها هي هذا حجرتي هذه حجرتي هذا نعم هي هي عقب ذكرناك نعم هي هذا حجرتي كيف ذكرياتك هنا يعني تشتاق هذا المكان؟ هو جميلة تشتاق اي نعم تمام جميلة هذه ساحة هذه مساحة الحصن مساحة الحصن وهذا المسجد والمسجد هذه البرزة شيخ الفان هو كان في ما قبل النهضة المباركة كانت البرزة هنا في المسجد. إنزين. هو هذا مسجد. الأساس مسجد. مسجد الأساس مسجد لكن البرزة فيه. إنزين. يبرز الوالي والقاضي بجنبه والمراجعين والعسكر والكاتب يكون الكاتب على يمين السيد هلال على يمين على يمين القاضي. على يمين القاضي. يمين القاضي. على يمين القاضي. يعني هم اللي يكونوا موجودين في يكونوا البرزة. يكونوا موجودين. الوالي. الوالي والقاضي والكاتب. والكاتب والمدعين. 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 والعسكر. والعسكر. نعم. يتقدم مثلا المدعي أمام الوالي
ويفن دعوة إيش دعوة. سمع كلامه، سمع كلام المدعى الوالي، وبعدين طلب المدعى عليه. نعم. خذ جواب المدعى عليه. زين. إذا صلح بينهم الوالي صلح بينهم، إذا ما قدر صلح بينهم حولهم إلى القاضي. هذا الكلام يكتب كله ولا يكتب ولا قبل لا يسمعوه؟ لا يسمعوه قبل، ما يكتب هذا. زين. هذا ما يكتب. يوم يحول على القضية إلى القاضي سواء يفصل الحكم بينهم، سواء صلح أو حكم. نعم. وإذا بغى الوالي يوجه بروة حال حد، أنت تكتبها؟ أكتبها أنا. إذا استدعاء حال حد من المواطنين ولا شيء؟ أكتبها أنا أو يكتبها وحده. ومن يشلها؟ يشيلها المدعي. المدعي. لا، من يوصل؟ يوصلها المدعي. غير الدعاوى. حال صاحبه. غير عن الدعاوى. وإذا مثل تأخر المدعى عليه بلغته البروة وتأخر مثل وطلبوه مرة ثانية، يحكم عليه القاضي بشكل 3 أيام. لأن ما لأن رفض الدعوة، رفض الإجابة، رفض الإجابة ما جاء. نعم. حسب طلب الحكومة. نعم. وحسب رفضه أدب حاله 3 أيام شقين. تمام، جزاء هذا. جزاء. نعم. هذا المكان شيخ خلفان. نعم. هذا المكان الآن السوق. هذا المكان كان أول حارة. هيه. حارة محمد بن علي يسموها. قبل لا يسوى. قبل سوى الكبرة، قبل سوى الكبرة هذه. هيه. بعدين احتاجت لها حكومة مشان الكبرة. هيه. وشلوا المواطنين منها وأوضوها، أعطوهم أراض وأعطوهم مثل مبالغ. وسوى الكبرة هذه. عبارة هذا كبرة مركزية. هيه. مركزية. المكان اللي قريب من الحصن هنا. هذا قريب من الحصن. هذا أقرب محل للحصن. نعم. سمى حارة محمد بن علي. أيوه. يعني داير مدار على الحصن هذا كان سكون كله نوبة. هذا كان كله سكون. دور مدار. يعني دور مدار كان سكون قرب الحصن هذا. هذه مثل ما تقول قلب البريمي، وسط البريمي. هذا وسط البريمي. هذا وسط البريمي هذا. بعدين عاد جاتك حارة السوق يسموها، شمال السوق. نعم. شمال السوق جاتك. نعم. حارة يسموها حارة الفضة. حارة الفضة. الفضة. حارة الفضة. كان شيء سوق فضة؟ لا لا. ها. حارة اسمها. اللي حارة هي الفضة. اسمها الفضة. اسمها الفضة. ما أنا فيها سوق. لا لا ما فيها سوق. هذا شيخ خفان أكثر عن سوق. هذا أكثر عن سوق. أكثر عن سوق هذا. هذا أكبر عن سوق المركز. سوق المركز هذاك شمالي. هي. وين سوق ثاني؟ سوق ثاني؟ هذا اللي هنا؟ لا ما شو سوق ثاني غير هذاك. آه. هذاك سوق المركزي والكبرة هذه. هذه الكبرة هناك مال هذه منتجات البريمي. منتجات البريمي، هي كلها منتجات البريمي. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالكم؟ بخير. يا مرحبا. يا صلاح. أيوة صلاح. أحسنت أحسنت. والظروف فندال واجل فندال من هنا. الظروف والسميم هذا اللي جاب من كل مكان، من هذا الحجور ومن الباطنة. بيقول هذا مال مشان خصافة حال التنور، هذا مال العيد. هذا حال العيد. حال العيد. حال الشواء. حال الشواء. ما حال التمر. لا لا ما حال التمر هذا. ليش ما ينفع حال التمر؟ لا ينفع، ما حد يكنس تو في هذا الأخ محمد. ما حد يكنس. لا لا ما حد يكنس في هذا. يجزاه. يجزاه وسطول تو. ودروه الأخصافة. والأخصافة أحسن حال التمر. الأخصافة أحسن حال التمر، لكن ما حد تو يكنس. هذا المكان من سنين. هذا أول كان نخل هنا. كان نخل. نخل هي حال حد من المواطنين. لا. حال حد من المواطنين. هي. الذي تابع الحصن هناك قطعتي النخل مسيرات الحصن. آه. مسيرات الحصن. لكن كان داير مدار على الحصن كانت نخيل. لا ما شغال من هذا الصوب. هذا الصوب. هذا الصوب بس. هي. من الغرب. ما شاء الله. من الغرب. Thank you.
هذه ساحة ثانية يعني؟ هذه ساحة ثانية غير هذيك. هي غيرها، هذه فيها طوي. هذا طوي، هذه الطوي غير غير عن هذيك، غير عن هذيك. وما شاء الله هنا أقسام كثيرة. أنا أقسام هناك عاد سكن الوالي داخل. سكن الوالي هنا؟ إيه هناك داخل هذاك بابه. حصن متكامل، حياة متكامل. نعم متكامل نعم. والغرفة اللي فوق؟ الغرفة فوق هذا مال الضيوف، يوم يكون ضيوف عند الوالي. وضيوف ضيوف الوالي؟ إيه إيه ضيوف الوالي. اللي بيسكنوا وبيباتوا. إيه يخليهم فيها. ويوم تستوي الأعياد وكذا هين تستوي ال يعني هين تعيدوا؟ هنا لا داخل الحصن شيء مكان حل. الأعياد هي هنا خارج. إيه. خارج ويقول عاد الناس يصبحوا بالوالي وقت الأعياد. إيه. يصبحوا به. ويشلوا الفنون. بعض منهم يشلوا. رزحات إيه بعض منهم يشلوا إيه. هذه إيش؟ هذا غرفة البركية أظن. هذا غرفة البركية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ كيف حالك؟ مرحبا عليك، كيف حالك؟ مساء الخير. يا مرحبا. كيف حالكم طيبين؟ يا حبيب شوفك. الحمد لله. حياك الله. كيف حالكم؟ الحمد لله طيبين. خير. الحمد لله. يا مرحبا وسهلا. شايب علي؟ نعم. كيف حالك؟ الحمد لله محمد. علي بن من؟ علي بن سيف الإسماعيلي. ونعومك؟ الحمد لله. اشتغلت أنت هنا؟ نعم اشتغلت هنا. في هذا المكان؟ في هذا المكان. ايش يسمى هذا المكان؟ هذا المكان الحلة. ايه لا الغرفة هذه. هذا غرفة اللاسلكي. غرفة اللاسلكي؟ نعم. هي اللي تسمى غرفة البرقية؟ نعم غرفة البرقية اللاسلكي هو. ما شاء الله. هذا مكان؟ هذا مكان نعم. انزين. هذه مثل ما تفضلت دخلت غرفة اللاسلكي؟ نعم. وين كان اللاسلكي؟ اللاسلكي كان هنا. هنا وسط الغرفة؟ هي في الغرفة هذه. ايه. وفيه هنا طاولة محطوطة البرقية هنا اللاسلكي. ايه. ويجينا الأرسال من وزارة الداخلية ينادينا صاحب الكنترول هل هو واحد هل هو اثنين هل هو ثلاثة من يوصل الرقم الذي معطاه إياه. أقول جيدا أسمعك جيدا. ايش من الاجهزه اللي كانت موجوده هنا؟ جهاز لاسلكي؟ جهاز لاسلكي تسمعه بالصوت؟ بالصوت. ما جهاز برقيه كما اللي قبله؟ لا لا بالصوت يعني. انت تسمع اللي يكلمك؟ اي نعم. وهو يسمعك؟ هي هو. زين. هي. وانت يلك اسم ولا يلك رقم؟ يلي رقم. يلك رقم؟ هي من وصل الرقم مالنا اعطيته الجواب. تحفظه كم كان رقمك؟ ها والله ما احفظه. ما تحفظ رقمك؟ هاشم ما احفظ. زين. ايه. نقول نحن رقمك ستة. ايه. مثلا. ايوه. تو اللي يوم بيتصل من هين يتصل؟ من مسقط؟ يتصل من مسقط. زين. من وزارة الداخلية. إذا عندهم تعليمات. إذا شيء رسائل يخبرك صاحب الجهاز. هل لديكم رسالة؟ لا شيء. هناك موظف كما؟ هي موظف كما هي. مكلف إنه يبلغ رسالة. رسالة. زين. هل لديكم رسالة؟ لا شيء. أنت تسأل هو يسألك. إيه. هو يسألني. إذا ما عندك رسالة تقول لا شيء. لا شيء. أيوه. هو يسألني. هو أنا هو يسألني أنا. زين. هل لديكم رسالة؟ قل لا شيء. عبارك أنه يسألكم عن العلوم والأخبار اللي هنا في الدار. أيوه. زين. أيوه. وإذا في أوامر تعليمات جاية من الوزارة. هم يبلغوكم اياها؟ هو يبلغنا اياها الرساله واحنا نكتبها حتى يخلص الارسال. الكلام اللي يقول لك اياه تكتبه كله؟ اي نعم. زين؟ ايوه. وحدك تكتبه ولا معك كاتب؟ عندي الوالي. الوالي نفسه؟ اي نفسه. يجلس مع الموظف اللاسلكي ويكتب هو. هي. حتى تنتهي الرساله. كني تأخرت عليك شوي. لا ما تأخرت. تفضل. شايب علي روانا غرفة اللاسلكي. نعم. وعطانا معلومات زينة الحقيقة. الحمد لله. هي. هين بتودينا تو؟ نوديك تو غرفة ضيوف. غرفة ضيوف؟ غرفة ضيوف. هذه اللي فوق؟ هذه اللي فوق. تفضل. بسم الله. هذه ساحة ثانية هنا الشيخ الفان. نعم. هذا المكان ايش بعد؟ هذا تب السكن. هذا السكن؟ هذا السكن ها. هذاك السكن سكن الوالي وعائلته وهذا تبعه وهذاك برج مراقبة. هذاك برج المراقبة. نعم برج المراقبة. كذا ساحة الآن الساحة نعم. الأولية والثانية وهذه الساحة. نعم هذه الثالثة. هي. تفضل نشوف. بسم الله. موسيقى
هذا المضيف. هذا غرفة الضيوف. نخليهم الوالي هنا في الحجرة. نعم. في الغرفة هذه. نعم. سواء جلسوا يوم أو يومين. هي. أو ثلاث يبقوا هنا حتى يترخصوا. نعم. يبقوا هنا. مختار لهم مكان زين. مكان زين هاي وصاد من. هي. عن البرزة مثلا وعن بعيد عن بعيد عن العمل الرسمي وعن بعيد وعن وبعيد عن العائلة. نعم. هذه الغرفة مال الضيوف وهذا هي. يعتبر ليوان. ايه تبع الغرفة ليوان. ايه ليوان. وإطلالة جميلة على المدينة. إطلالة جميلة يعني. هي جميلة هي تشوف كل شيء. وكان النخل حواليها. حواليها دور ما دار النخل كان هنا أول. نعم. دور ما دار. والأغراضهم هذه كلها. أغراضهم هنا داخل. نعم. في الحجرة فيه حجرة هنا صغيرة. نعم. ويحطوا أغراضهم فيها وجلستهم هنا. يخلالهم حد من العسكر يخدمهم. هي هي نعم نعم خدموهم هي خلي لهم حد من العسكر يخدمهم. إذا احتاجوا شيء وكذا. احتاجوا شيء مثلاً يقرب لهم قهوة ويقرب لهم أكل ويقرب لهم ماي. نعم. كل شيء يقرب لهم. هي. يقرب لهم حاجاتهم اللي. نعم. يحتاجوها. نعم. حتى يترخصوا. نعم. هذه الغرفة. هذه الغرفة. تشوفها بعد. تفضل. هذه الغرفة. هذا غرفة الضيوف. نعم. غرفة الضيوف. و... يبقى ضيوف فيها حتى يترخصوا. هي. طولوا. ولا... نعم. يعني أول الضيوف شوية ممكن يطولوا أيام. إذا طول يجوا على ركاب. نعم. ويجوا على يعني ما كما تو. ما أكثر عن ثلاث أيام يجلسوا. هي. ما أكثر عن ثلاث أيام. إذا إذا طولوا. أغلب الضيافة. أغلب ثلاث أيام. ثلاث أيام. أغلب الضيافة ثلاث أيام. نعم. هي هذه حالها الغرفة هي طبعا هي مرممة شوية مرممة لكن هل هو هذا شكلها القبلي للعام؟ كانت بالطين أول هي كانت بالطين ولا زالت بالطين لا زالت بالطين يعني رمموها 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 النقوش رممو. هذه كانت موجودة لا ما كانت موجودة مثل هذه النقوش لا زينوها هي زينوها ما كانت نقوش أول في النمونة هذه الأسقف هي الكندل والسليم وكذا نفسها وكان السقف أول بالجذوع مال النخل جذوع النخل هي جريد مال النخل نعم نسميها فلقة احنا هي سموها فلقة هي فلقة من جذع هي من جذع أيوة ما كان هذا كندل مثل نعم اليوم أول ما كان موجود هذا ويكتبوا فيه إن كانوا لا ما يكتب فيه ما فيه كتابة ما فيه كتابة بعضهم فيه كتابة ما فيه كتابة الجذع ما فيه نعم. الجذع ما في كتابة نعم ما كتبوا فيه يا الله يا الخضر يا الله يا بحر الزين يا اللولو لجان أصرنا الأصيل لكن النهار التمر مع ودنا من يشال الأسماء الحليه والمنحل ما في يبو بدلة سيما كم زاري أبو محمد يعني منات صبح بوري كلهم مستعجبين ذا سيارة يا سيارة ما غريبة فق العسكري ما في رمي. لا في رمي. ولا تفق برزة. لا في رمي لا في رمي. هذه ساحة بعد. هذه مساحة. ايه. هاي طب السكن سكن الوالي. ما شاء الله المباني كثيرة يعني. مباني كثيرة. هذا والمساحة واسعة. ايه. والمساحة واسعة. يعني. مباني كثيرة. لأنها حياة كاملة. هنا. حياة كاملة. حياة كاملة. حياة كاملة. حياة كاملة. من ندخل؟ حياة كاملة. تفضل. هذا الكشم الأخ محمد سكن الوالي بعائلته. إيه. الوالي يسكن هنا في الكشم هذا. نعم. هذا عبارة بيت متكامل. بيت متكامل. نعم. وكل غرفة عبارة فيها بابين. كل باب ينفذ إلى الغرفة الثانية. من غرفة لغرفة. الأبواب متصلة بعضها ببعض. صح. أنا أشوف الحين هذه الغرفة ثلاث أبواب. ثلاث أبواب فيها بعض منهم فيها بابين. نعم. كل الباب ينفذ إلى الحجرة الثانية. نعم. وهل مجرة؟ ما مثل البيوت توفيق ما مثل البيوت ما فيه سكيك هذا حاليا فيها باب واحد هذا مستثمرات زين يعني هي هي. هذا سكن الوالي وما شاء الله البنيان متين البنيان متين متين متين, متين. الجدران عريضة جدران عريضة عريضة جدا عريضة هي صح وكان السقف بجذوع النخل أول بجذوع النخل نعم. ما كان أول من هذا الكندل ما كان حتى الأبواب تعيش هذه الأبواب تعيش هذا أبواب من أول هذا كله قسم الوالي ايضا هذه غرفه نعم هي الخدمات كلها مقسمه في هالمكان كلها الخدمات مقسمه في القسم هذا والذي يخدموا الوالي موجودين يكونوا 24 ساعه تقريبا موجودين عندما الحاجه يكونوا موجودين نعم يكونوا نعم. موجودين نعم
هذه يعني شوف هالمكان كله هذا قسم هذا أربعة أبواب دائر مدار أربعة أبواب هذا جاي من غرفة نعم. هذا رايح غرفة هذا ثلاثة أبواب هنا هذا رايح أبواب. غرفة وهذا المخرج كل باب يدخل للغرفة الثانية ما شاء الله وهذا المدخل والمخرج الحاصل هذا سكن متكامل متكامل يتكون من طابقين نعم. طابق أرض وطابق ألوي نعم ويمكن في الشتاء هنا أدفى أدفى في الشتاء أدفى وفي الحر فوق وفي الحر فوق هي نعم تفضل تفضل أحمد هذه المرامي هذه المرامي يوم وقت الحرب هذا وقت الحرب هذا مرمى هذا مرمى خرط ايوه هذا مرمى خرط ومرمى مت واحد كذا واحد على واحد على تحت واحد مت وهذا وهذا للمراقبة. هذا فوق قاعد بالمراقبة يكون واقف الانسان كذا بالمراقبة اللي يشتوه فوق هذا وقت الحرب لان هنا هنا ما يشكل خطر على لا ما في ما في خطر وكما ترى جدار جدار قوي الرمي متين الرمي متين ما يخرج لا ما يثقبه ما يعني يثقبه ما يثقبه كيف يحط البندقية 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 يحط هذا النمونة هذه حل قريب يعني هذا حل قريب هذا هذا يسمى مرمى خرط نعم الذي يمر تحت الجدار عند الجدار اذا شافه اطلق عليه النار وإذا بعيد وإذا بعيد الفتحة الثانية الفوقية إيش تسمى؟ يسمي هذا مت 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 وهذا خرط وهذا خرط نعم مرمايين هي. مع بعض زين زين بسألك عاد شيخ الفان نعم برايك ودرة إيش الأسلحة اللي كنتوا تستخدموها في هذيك الايام ان شاء الله ما نحتاجهن اليوم عاد الاسلحه كان ذيك اليوم صمعه ومعدن هذه صمعه هذا صمعه نعم وهذا وهذا رميها وهذا رميها نعم ومعدن معدن هذا رميها مثل انزل. مثل رمى ابو عشر هي. وابو عشر وفلسه ابو عشر ما هو ذا هو الكند نفسه الكند هو ابو عشر غير عن ابو غير عن الكند كند بعد ينجا انزل. اول ابو عشر هذا السلاح القديم ما كان كند أول والكند أبو كم؟ أبو عشر نوب أبو عشر أبو عشر نعم لكن الكند بعدين جاء والعماني وال وهذا اسمه نوب سلاح اسمه مانية 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 نعم الاسم أجنبي هذا المانية مفروت نعم مفروتة والفلس نوب زانته مفروتة زين مانية وفلس وصمعة ومعدن وإيش هذا؟ ابو فريقين ابو فريقين هذاك مال الاول هذا اقدم الزمن القديم هذاك نعم هذاك ما لحقنا عليه احنا نعم لكن ما لحقنا عليه ما وجدناه ايه سموه ابو فريقين سموه رومي نعم رومي وابو فريقين والعسكر لازم كلهم يجيدوا استخدام السلاح يجيد استخدام السلاح نعم نعم شيء مدافع كانت هنا في الحصن كان مدفع قدام الباب برا نعم بعدين شلوا الحصن الخندق حليش يستعمل في المناسبات المناسبات اي رمضان إعلان رؤية الهلال هي رؤية الهلال هي نقع المدفع نعم نقع المدفع وفي وقت. العيد وفي الأعياد نعم في الأعياد وفي رمضان دخول رمضان ودخروجه نعم وقت الأعياد والكل يعرف يستخدم الكبير. والكل يعرف يستخدم هي كل واحد هي يعرفه إيش الرمي مال المدفع الرمي شورة 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 هي بارود يسموه نعم بارود نعم يكنزوه هي. وبعدين بعد ما يكنزوا لكوا جواني نعم. فوق البارود نعم. لكوا جواني آه. وحطوا في الفتحة هذه ايه. شوي بارود ايه. وجاب اللي ينقعه جاب مشماء ولبق في الفتحة هذه ونقع المدفع فتيلة فتيلة هي لازم فتيلة لازم هي فتيلة نعم. لازم فتيلة حتى اتفق أول شيء بفتيلة حتى يواصل الشورى الذي في بطن المدفع نعم هذا باب بعد شيخ هذا باب النخل باب النخل هذا يشوف على النخل النخل تابع الحصن اللي هي الأموال اللي تابعة تابع الحصن نعم وفلق البلد يمر في وسط في وسط الأموال وسط هذه الأموال في وسط هذه الأموال ما مر داخل الحصن الفلق لا ما في الحصن نعم في النخل نعم في النخل مر في النخل اللي هي تابع الحصن
بعض الحصون يمر فيها الفلج. هي صح بعض الحصون. نعم. لهذا الفلج في الأموال. هي. يمر في الأموال ما في الحصون. نعم نعم. جزاك الله خير. يا مرحبا. إذا أنا بودعك. ترخصنا. كيف رأيكم اليوم نعزمكم أنتوا؟ كفيت ووفيت. تفضلوا معنا. أنت أكثر معنا. أكثر عن عزمتنا. الله يطول عمركم. ما قصرت. نشكركم على هذه الزيارة لولاية البريمي. احنا اللي شاكرينك شيخ. نشكركم جزيل الشكر. احسنت رجعت. نرجو من الله يكون وفقنا على الإجابة. وياك ان شاء الله. شكرا الله شكرا. العلي القدير بأن يحفظ مولانا جلال السلطان قابوس أبقاه الله. آمين 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 آمين. سندا وذخرا. آمين يا رب. كفيت ووفيت. ونشكركم مرة أخرى. أحسنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. شكرا. شكرا. بشيء. شكرا. أحسنت. جزاك الله خير. فداعة الله.